أيها الإخوة، في دقيقة فقط أوجز لكم بعض ما أجاب به العلماء عن هذا التعارض الظاهر بين الآيات والحديث، بين الآية الكريمة والأحاديث الشريفة. لنتخذن عليهم مسجدا. باختصار، هذا المسجد الذي اتخذه المؤمنون على قبر الفتية الصلاح الصالحين أصحاب الكهف أيها الإخوة، شأنه شأن مساجد كثيرة وفيها قبور أو بنيت على قبور أقطاب وصلحاء وعرفاء كبار، أماثل أماجد، وبفضل الله معظمها على الإطلاق ليست في القبلة ولا يتوجه إليها الناس ولا يصلون إليها، فقط هي موجودة هناك للتبرك بها. والتبرك من حيث الأصل مشروع، موضوع ثاني هذا، مشروع وهو موضوع فروعي مش عقدي، وجائز ولا شيء فيه. الإمام الشافعي كان يقول، قبر موسى الكاظم عليه السلام، أحد أئمة البيت، قبر موسى الكاظم ذاك الترياق المجرب، الشافعي. والإمام الذهبي وهو من أئمة السلف، يعني على طريقة السلف، أكثر من مرة وخاصة في سير أعلام النبلاء يقول، في سير أعلام النبلاء، قبر معروف الكرخي، ولي الله الشهير معروف الكرخي، معروف ابن فيروز الكرخي، قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، شيخ مشائخ المسلمين في وقته وفي كل وقت، الإمام النووي قدس الله سره، شد الرحلة من الشام إلى مصر من أجل ماذا؟ من أجل زيارة مشهد وضريح إمامنا وإمامه أبي عبد الله الشافعي، وهو إمام أيها الإخوة مقبور وعليه مسجد وعليه قبة. العز بن عبد السلام قدس الله سره لما أفتى بتهديم الأبنية والقباب والأشياء المبنية في قرافة مصر كونها مبنية في أرض ماذا؟ مسبلة أيها الإخوة، استثنى قبر الإمام الشافعي. لماذا؟ قال لأنه مدفون في دار ابن عبد الحكم في ملك. إذن هو يقول بما قلنا به، هذا هو الإفتاء، هذا هو الفقه، فقه الجهابذة. اللهم ألحقنا بهم ونورنا بهم وعلمنا من علومهم